يعني لو انتم ما رممتوا البيت يمكن السنه هاي او السنه المركت من المطر في وجهات منها نزلت على الارض. يعني احنا اشتغلنا هان تقريبا من 4 أشهر ونص لخمس اشهر منيح، يعني ولا اي شيء. باكوا يجوا يتفرجوا ويستغربوا شيء غريب يعني، وانهم يحكوا انه عمر المبنى هذا ما بصير ولا شيء ومن هالخراف. فيوم احنا خلصنا وضوينا المشروع وتفرجوا عليه شهدوا لنا في العشر اصابع انه شيء من الاخر. This project is part of Riwaq's mission and vision to rehabilitate and bring back life to cultural heritage buildings because we believe that the ultimate level of protection is to bring life back, to have people using the buildings. And what we're really keen on is the narrative behind the building rather than just the stone and the architectural aesthetic values because this building tells the story of its inhabitants. مش مجرد مبنى عادي والى اخره، لا كمان المكان بحد ذاته ان الناس تجي تتفرج على المبنى قبل ما تدخل على الجلسه او على الورشه. وجود جمعيه لسيدات خصوصا مثلا زي جمعيه سيدات بتقول له مبنى بجنن، يعني في راحه اول شيء في المكان، في اطلاله حلوه، يعني ممكن احنا كمان نستخدم برا نعمل انشطه. كل هاي الامور بتساعد ان السيده تاخذ راحتها اكثر، يعني تعطي طاقه اكثر ايجابيه. نرجع نفكفك ايدينا شوي شوي، بدنا ناخذ نفس من الان، نشم وردة ونطفي شمعة مع رفعت ايد، نغمض عينينا كمان مرة، نحاول شوي شوي نرفع ايدينا لفوق، نطلع على السقف، نمسك ايدينا مع بعض، ناخذ دعم من السماء قديش بنقدر ناخذ طاقة ايجابية نحس فيها. نشاطات الجمعية اولا ان في بيعمل مخيمات صيفية للاطفال للصغار. ثاني إشي بيعملوا مطرزات اللي للحفاظ على التراث. ثالث إشي إنهم بيعملوا أكلات شعبية هان أيضا حفاظا على التراث الفلسطيني، أحسن يروح منا. بعدين رابع إشي إن إحنا هن بيعملن بحاولن يمكنن نفسن اقتصاديا. بس هلقيت الحمد لله، يعني شيء بنشكر رواق كمان مرة، وبشكر المقاول وبشكر المؤسسة اللي مولة المشروع، يعني هذا شيء ممتاز جدا يعني، وبتدعمنا يعني في هذا، وبتحافظ على التراث الفلسطيني. إن لحد الآن علي سالم كان يخدم البلد من سابقا، ولحد الآن يعني الإرث تبعه بيخدم البلد. أنا هذا مبسوط يعني، ممتاز جدا يعني. فاليوم نتعرف أكثر على الضغوطات النفسية ومنين بتيجي وكيف نتعامل معها وكيف الطرق اللي ممكن تساعدنا إنه إحنا بنرمي الطابة، واللي معها الطابة هي بتحكي عن اسمها وشو شعورها، وبعدين بتعطي ترميها لوحدة تانية، تمام؟ إن كل ست في القرية حابة تحس إن هذا المكان هو إلها موجود، وإنه هو بعنيها، إنه هو المتنفس اللي إلها، يعني في أي حاجة بتحتاجها سواء أي إشي، إذا بدها تتعلم، إذا بدها تفريغ نفسي. Given all the issues of violence, of women neglect, and all the issues that people are facing in Palestine, we see cultural protection and cultural heritage protection as a window of hope. We seek to provide safe, inclusive spaces for women, for youth, for kids, and we seek also to help the social cohesion of the communities and the locals. And we're witnessing really nice results in that.